تقسيم آخر للفعل يقسمونه إلى فعل لازم وفعل متعدي. ينقسم الفعل إلى لازم ومتعدي. ينقسم. ما سبب هذا التقسيم؟ ما سبب؟ السبب أنها الفعل هل معناه يقف عند الفاعل وينتهي معنى الفعل، أم أن معناه يتجاوز الفاعل ليصل إلى ماذا؟ إلى المفعول. هل معنى الفعل قاصر أم متعدي؟ لازم أو متعدي؟ الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر. الفعل اللازم والفعل المتعدي أيضا من الدروس حقيقة التي تلتبس كثيرا على الطلاب ولا يعونها وعيا جيدا. والسبب دائما في مشكلة هذه المادة هو فهم المعلومة لا حفظها. المادة لا تحتمل شيئا اسمه الحفظ، لأن الحفظ لا يفيد شيئا، لأنها هي قواعد ومفاهيم وإدراك لهذه المعاني. إن لم يكن للطالب إدراك لهذه المعاني لهذه الكلمات وفهم جيد لها لا يحسن التعامل معها، لأنها ليست أمثلة تحفظ وتذكر كما هي. لا بد من فهم جيد وحقيقي لهذه المصطلحات ولهذه التعابير. في هناك تعابير يعني يحتاج إلى فهم ووعي وإدراك ملاحظ. أما هكذا الحفظ وجعل المادة كأنها صور هكذا جامدة في الذهن يتلقاها الطالب ثم يحاول أن يعيدها كما أو يرسلها كما استقبلها، هذا لا يعني لا يجعله يفهم شيئا في هذه المادة. اللازم والمتعدي قبل أن نتعامل مع الفعل والأفعال اللازمة والمتعدي حقيقة مهمة جدا لابد أن ندركها ونفهمها جيدا. الفعل اللازم هو فعل له معنى، ذكرنا أن لكل فعل معنى وهذا في تعريف الأفعال، له معنى يدل على معنى. هل هذا المعنى يكتمل ويستوي ويتم بذكر الفعل فقط؟ إن كان هذا المعنى لهذا الفعل ينتهي المعنى ويكتمل ويتم بمجرد ذكر الفاعل، إذن نحن أمام فعل ماذا؟ فعل لازم. اللازم قلنا هو الذي يقف عند فاعله، ينتهي معناه بوجود فاعله، ينتهي معناه بوجود فاعله، هذا الفعل اللازم. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتمل معناه، لا يكتمل معناه ولا ينتهي ولا يتم إلا بذكر المفعول به. يعني كأننا لو لم نذكر المفعول به مع الفعل المتعدي لصار الفعل ناقص المعنى. يشعر السامع أن الفعل الذي يسمعه معناه ناقص وأنه ينتظر تتمة وتكملة لهذا المعنى. هذا الإحساس ينبغي أن يكون يعني جيدا واضحا بينا في نفس الطالب، يحسن أن يفهم به المعاني التي تلقى إليه. مادة تحتاج إلى كما قلنا إدراك جيد وذهن نظيف وفهم ثاقب لهذه المعاني، لأننا قبل أن نتعامل مع الألفاظ في هذه المادة والصور والكلمات نتعامل أولا مع استشفاف النفس لهذه المعاني وحسن إدراكها وحسن فهمها. من هنا تنجلي هذه المسائل، ينفسح الطريق، تتضح المصطلحات، تنفتح الأبواب في هذه المادة للطالب لكي يفهم كل درس يعني يرد عليه. الباب الأول وأعظم باب في هذه المادة أن نفهم البدائيات أو البدهيات أو المسلمات الأولى في هذه المادة، مهم جدا لأنها هي درجات تصعد بك إلى الدروس الأخرى. لو تركت هذه المبادئ والتي تمر بنا كما قلت كل سنة وأهملتها إذن لا تستطيع أن تصعد شيئا، تبقى كما أنت في الأرض. نعم، إذن الفعل اللازم حقيقته قبل أن نعرف ما هو وأمثلته، اللازم الفعل اللازم فعل يدل على معنى، إن كان هذا المعنى ينتهي ويتم بذكر الفاعل بحيث السامع لا يحتاج إلى شيء آخر بعد ذكر الفاعل، إذن أنت أمام فعل لازم. إذا هذا الفعل الذي ألقي إليك لا تفهم معناه أو لا يكتمل معناه بذكر الفاعل فقط، إنما تحتاج وتنتظر تتمة لهذا المعنى بذكر شيء آخر وهو المفعول به، فأنت أمام فعل متعد. هذه تقدمة وتوطئة لدرس كثيرا حقيقة ما
يعني يكون مبهما في أذهان الطلاب ولا يلتفتون إليه ولا يعنيهم ولا يهتمون به في كثير من الأحيان، بل كما قلت يتعاملون مع المادة على أنها صور وأشكال جامدة تدخل وتخرج كما دخلت هكذا يعني. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، بمعنى أن معناه يتم بوجود الفاعل، هذا معنى يكتفي بفاعله، أو له معنى آخر لا يصل إلى مفعوله، لا يصل بنفسه إلى مفعوله إلا بواسطة اسمها حرف الجر، حرف الجر. بمعنى انظر لهذا المثال، نام صالح، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ هل اكتملت الجملة في نفسك؟ هل تم معناها؟ أم محتاج إلى شيء آخر في حقيقة معنى النوم؟ لا تحتاج. نام صالح أو زيد أو كذا، تمت الجملة بذكر الفاعل صالح أو زيد أو غيره. خرج عمرو، جلس زيد، لا تشعر بحاجة إلى ذكر كلمة أخرى، وهذا دليل على أن هذه الأفعال إذن أفعال لازمة، لأن معناها تم بوجود فاعله، تم بوجود فاعله. أو تقول مر زيد بصالح، المرور حدث من زيد وتعلق بمن؟ بصالح، المرور وصل إلى صالح أو مادته أو معناها وصل، لكن عن طريق ماذا؟ الباء بصالح، عن طريق حرف الجر وليس وصولا مباشرا. سنعرف الوصول المباشر إذا تكلمنا على الفعل المتعدي. الفعل المتعدي يتعلق معناه بالفاعل أولا الذي أحدثه، ثم ينتقل إلى المفعول به بدون وجود واسطة اسمها حرف الجر. لكن الفعل اللازم إما أن يكتفي بالفاعل وتنتهي الجملة ولا حاجة إلى ذكر شيء آخر، أو إذا كانت هناك حاجة إلى ذكر مفعول فلا يصل إلى المفعول مباشرة، بل لابد من وضع حرف جر يعني قبله. إذن إلا بحرف جر، ويأتي من معانيه أو من الدلائل التي تدل على أن الفعل الذي أمامك لازم، وضعت بعض القيود أو بعض يعني التبسيطات أو التيسيرات لهذا الأفعال. ما دل على سجية طبيعة في النفس، أي فعل يدل على طبيعة أو سجية طبيعة كجبنة هكذا، أو على يدل على نظافة، فعل يدل على نظافة كطهرة ونظفة، أو يدل على وسخ مثل نجس أو دنس، أو على حلية شيء يتجمل به الإنسان كشنب ظهر له شنب، أو كحل اكتحل. هذه المعاني كلها، وكذلك لو دل على عرض، والعرض هو المعنى الذي لا يدوم مع الإنسان، العرض الفعل الدال على العرض أي على شيء لا يدوم مع الإنسان كفرحة، الفرح يتغير يعني، سمي عرضا لأنه يأتي ويذهب وليس مستمرا مع الإنسان، ورضي كذلك ومرض كذلك، سميت هذه أفعال دالة على أعراض، والأعراض أو العرض ما كان كما قلنا متغيرا، كلها أفعال لازم. تقول فرح صالح تم المعنى، رضي بكر، لو قلت رضي بكر عن عمر تم المعنى، ووصل الرضا إلى عمر لكن عن طريق حرف الجر. هنا الفعل يصل إلى مفعول به لكن عن طريق حرف الجر، رضي زيد مثلا عن بكر، عن حرف جر، فرضي يتعدى يصل إلى مفعول به لكن عن طريق أو بواسطة حرف جر. مرض سالم جملة تامة وكاملة ومستوفية لمعناها، لا يحتاج السامع إلى كلام آخر، إذن فعل مرض فعل لازم. قد يدل الفعل على مطاوعة لواحد مثل تدحرج، ما يعني بالمطاوعة لواحد؟ يعني أن الفعل هناك فعل متعدي يتعدى إلى مفعول واحد كما سنرى إن شاء الله، في أن الأفعال المتعدية أنواع، فعل متعدي إلى مفعول واحد ثم يذكر فعل آخر بعده يدل على استجابة ماذا؟ استجابة المفعول للفعل. خذ مثال على ذلك في تدحرج، أنت تقول دحرجت الكرة، دحرج ما نوعها؟ لازم أو متعدي؟ دحرجت الكرة فعل متعدي، لأننا ذكرنا له ماذا؟ مفعولا به وهو الكرة، وجود مفعول به مع الفعل دليل على أن الفعل متعدي. دحرجت، دحرج فعل ماضي والتاء الفعل، والكرة مفعول به، إذا وجد مفعول به بعد الفعل فهو دليل واضح أو بين على أن الفعل متعدي، دحرجت الكرة. أنت تريد أن تقول أن الكرة استجابت للدحرجة، هذا معنى المطاوعة، أن تقول أن المفعول به استجاب للفعل دحرجت الكرة. فماذا حدث لو أكملت؟ لقلت دحرجت الكرة فتدحرجت،
كلمة تدحرجة يسمونه فعلا مطاوعا. ما معنى مطاوع؟ دل مطاوع أنه دل على أن المفعول به وهو الكرة استجاب لماذا؟ للفعل، للدحرجة، استجاب. هذا معنى قولك فتدحرجت الكرة، بمعنى أن الكرة استجابت للفعل دحرجة. هذا معنى المطاوعة، استجاب المفعول به في الجملة الأولى، مفعول به في الجملة الأولى، دحرجت الكرة، الكرة في المفعول به استجاب لماذا؟ للدحرجة، يعني تدحرجت، تجاوبت معك. إذن في الجملة الثانية تدحرجت الكرة، هنا تدحرجت فعل لازم، تدحرجت الكرة، الجملة هذه ماذا تقول عن فعلها؟ تدحرجت الكرة، تم المعنى بوجود الفعل تدحرج، طبعا التاء للتأنيث لا شأن لنا بها، والكرة فاعل. يقولون عن الفعل تدحرج هنا أنه مطاوع للفعل ماذا؟ دحرج، مطاوع للفعل دحرج، الذي هو لواحد معناها الفعل دحرج متعد لواحد، أي لمفعول واحد. دحرجت الكرة، دحرج ينصب مفعولا واحد، نعم. فبينت استجابة الكرة للدحرجة فقلت فتدحرجت، تدحرجت، دللت بهذا الكلمة على أن الكرة استجابت للفعل دحرجة. هذا ما يسمونه فعل مطاوع لواحد، أي مطاوع لفعل نصب مفعولا به واحدا. وكذلك انكسر، تقول كسرت الشيء، وتريد أن تقول أن هذا الشيء استجاب لكسرك، فتقول ماذا؟ فانكسر. انكسر هذه التي دلت على مطاوعة الشيء، زجاج أو غيره، للفعل يقولون عنها فعل مطاوع. والفعل المطاوع ومطاوع لواحد بأن بمعنى أن الفعل المتعدي تعدى إلى مفعول واحد، وهو مثلا الزجاج مثلا، فالمطاوع له، المطاوع لفعل ينصب مفعولا واحد، هذا الفعل المطاوع يكون لازما. تقول انكسر الزجاج، تمت الجملة بوجود فعل وفعل فقط. إذن الفعل انكسر هنا لازم، وهو آت من أين؟ آت من فعل متعد لمفعول واحد، وهو الفعل كسر. ويأتي إذن هذه معاني تساعد على معرفة الفعل اللازم غير هذه المعاني، ويأتي على أوزان معلومة. هناك أوزان معلومة إذا أتى عليها الفعل، هذه الأوزان دل على أنه فعل لازم، أوزان معلومة. من هذه الأوزان تفعلل، بمعنى أن كل فعل جاء على وزن تفعلل يدل على ماذا؟ يكون لازما، بمعنى يحتاج الفعل فقط ولا يحتاج مفعولا به. كقولك تبعثر الورق، اكتملت الجملة، تمت تمامها، وتمام معناها يدل على أن الفعل تبعثر فعل لازم، فعل وفعل فقط. إذن كل كلمة جاءت على وزن تفعلل لازم. كذلك انفعل، كأننا نقول كل كلمة جاءت على وزن انفعل تكون لازمة، مثل قولك انقطع الحبل، انقطع الحبل، الفعل انقطع جاء على وزن انفعل فهو لازم، واضح الجملة، تم معناها، انقطع الحبل فعل وفاعل. افعل، هذا الوزن افعل، ما كان على وزن افعل كذلك لازم، مثل قولنا اخضر الزرع، تقول اخضر الزرع، تمت الجملة واكتملت وتم معناها. إذن الفعل اخضر الذي هو على وزن افعل فعل لازم، ما كان على وزن افعلل مثل اكفهر، اكفهر الجو او اكفهر الليل، امتلأ بالظلام او اشتد ظلامه، او اكفهر الجو كثرت غيومه، اكفهر على وزن افعلل، ما كان على هذا الوزن يكون لازما، تقول اكفهر مثلا الجو فعل وفعل والجملة تم معناها. اقشعر، اقشعر البدن، أخذته رعدة مثلا أو رجفة، اقشعر على وزن فعل لا كذلك فعل لازم. واشمأز أيضا على من على نفس الفعل، اشمأز زيد مثلا من زيد أو من غيره، كذلك تدل على أنه فعل لازم. ما كان على وزن افعن لا لا على هذا الوزن كذلك يكون لازما، كقولنا في المثال المشهور احرنجم أو احرنجمت الإبل، بمعنى اجتمعت، احرنجمت الإبل، تم المعنى بالفعل والفاعل، فدل على أنه فعل لازم. كذلك ما كان على وزن إفعال بتشديد اللام، ما كان على هذا الوزن يكون لازما، كقولنا إحمار الرمان مثلا، بدت فيه الحمرة،
فإحمار راع الرمان جملة تامة ومكتملة المعنى، هذه أوزان مخصوصة بالفعل اللازم بمعنى ما جاء عليها من أفعال كان لازما. هذا ببساطة وباختصار معنى الفعل اللازم. أهم حقيقة في هذا الفعل أن تدرك معنى هذا الفعل، وأن اللزوم يعني أنه إذا اكتمل معنى الفعل وتم بذكر الفاعل كان ذكر الفاعل مع الفعل كافياً في إتمام المعنى، فهذا دليل على الفعل لازم، وإلا انتقلنا إلى ماذا؟ انتقلنا إلى الفعل المتعدي وهو في مقابل اللازم. المتعدي عكس اللازم في التعريف، هو الذي لا يكتفي بفاعله، بمعنى أن ذكر الفاعل لا يعني تمام المعنى. في الفعل المتعدي ذكر الفاعل بعد الفعل لا يعني تمام المعنى، والسامع ينتظر كلمة أخرى لتمام المعنى، وهي عادة المفعول به، وهذا دليل أن الفعل متعد ويحتاج إلى مفعول به أو أكثر. الفعل المتعدي يبدأ تعديه بمفعول واحد، وقد يزيد فيطلب مفعولين، وقد يزيد فيطلب ثلاثة مفاعيل. إذن الفعل المتعدي محتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر، لا يهم، المهم أنه يحتاج إلى مفعول به، هذا الفعل المتعدي. مثلا الفعل جمع، جمع لكي تدرك إدراكا لهذا المعنى التعدي، أقول لك جمع زيد وأسكت، هل تشعر أنت من خلال هذه الجملة أن الفعل تم وأنك لا تحتاج إلى إضافة؟ لو تدبرت واستشعرت الكلمة أو الجملة لعلمت أن في الجملة نقصاً، نقص، وأنت تحتاج إلى كلمة أخرى. لماذا؟ لعلمك أن الفعل جمع يحتاج إلى بيان ماذا؟ الشيء المجموع. جمع صالح مثلاً، نعم جمع، لكن أنت محتاج لأن تسأل جمع ماذا؟ حاجتك إلى ذكر شيء آخر دليل على أن الفعل متعدي وأنه يحتاج إلى مفعول به. لماذا؟ لأن الجمع، حقيقة الجمع، شفت، نظرت إلى أن معنى الفعل هو الذي يدلني على أنه لازم أو متعدي. معنى الجمع، أنا أعلم أن الجمع لا يتم إلا بوجود شيئين، الأول هو الفاعل الذي يفعل الجمع، نعم، والشيء الثاني هو المجموع، الشيء المجموع جمع ماذا؟ لأن طبيعة الجمع لا يتم أو لا تتم إلا بوجود عنصرين، جامع ومجموع. من هنا نحكم على أن الفعل جمع فعل متعد، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذكر مفعول به، يحتاج إلى كلمة أخرى ليتم بها معنى الفعل اجتمع جمع. فلو قلت جمع زيد الحطب لسكت أنت وما احتجت إلى بيان آخر، لأنك اكتفيت بهذا المعنى وصارت هذه الجملة لها معنى تام، لها معنى تام في نفسك، لا تحتاج إلى سؤال آخر مثلا. وهكذا كل يعني فعلا، مثلا رأى، رأى خالد وسكت، تجد أن الفعل رأى لم يتم معناه، تقول رأى ماذا؟ لماذا؟ لأن رأى تدل على معنى أو على حدث، هو ماذا؟ الرؤية، والرؤية دائما تحتاج إلى عنصرين، من عنصران؟ الرائي الذي هو الفاعل، والمرئي الذي هو المفعول به. إذن الفعل رأى بطبيعته بمادته يدل على الرؤية، والرؤية لا يمكن أن تكتمل وتحدث إلا بوجود عنصرين، رائي وهو الفاعل والمرئي، تقول رأى ماذا؟ فلو قال لك رأى زيد وسكت لم تكتفي بهذا المعنى ولم تتم الجملة في نفسك، ولو سكت لاحتجت أنت إلى أن تستبين منه ما المرئي الذي رآه مثلا صالح أو زيد. نعم، إذن
الفعل المتعدي إذا ألقي إليك بفاعله فقط تجد أن نفسك لم تستوعب أو لم يكتمل في نفسها صورة الفعل، وأنت محتاج إلى ذكر كلمة أخرى تشعر أن الكلمة أو الفعل يتم بها. فكل فعل هكذا تسمعه مع فاعله لا يتم به معنى فعادة ما يكون فعلا متعديا يحتاج إلى ذكر مفعول به أو أكثر من مفعول به كما سيظهر معنا إن شاء الله. هذه توطئة وتقديم لحقيقة الفعل المتعدي، أرجو أن تكون قد وضحت واستبانت في نفوس طلابنا، لأن فهم هذه المصطلحات مهم جدا قبل يعني الدخول في درسها، وبيان الأفعال المتعدية وغير المتعدية أو اللازمة، فهم حقيقة المعنى قبل ذكر أمثلته وتطبيقاته كما هو واضح. نكتفي بهذا القدر، ونرجو أن نلتقي بكم إن شاء الله في حصة أخرى بإذن الله.